اختتم الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية فعالياته، والذي استمر على مدار 3 أيام. وأصدر الاجتماع عددا من التوصيات، من أهمها تشجيع جهود دمج اللاجئين في سوق العمل وتوفير الفرص المناسبة لتأهيلهم لحياة كريمة، والدعوة لاعتبار حماية البيئة حقا دستوريا أصيلا، والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور، ودعم إنشاء مركز إفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية، وكذلك العمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين.